بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي وأخي الجريء، مساء الخير وألف مبروك على الدوري، ويا رب الكاس، بس المهم ما يلغوهوش، وعقبال الدوري الجاية إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على واحد بيتقال عليه المكوك والوتد والمسمار وقلب الأسد، كل الأسامي دي عليه. طبعا المكوك علشان ما بيقعدش في حتة، الوتد لأن ما حدش بيقدر يكسره، زي المسمار وقلبه جامد ما بيخافش. ومين يا هو مزوز صاحب الصفات دي كلها؟ يا ستي صاحب الصفات دي كلها طارق حامد. هو اسمه طارق حامد السعيد حامد. طب هل هو كان من أشبال نادي الزمالك؟ لا بس تحس انه اتولد في قلب الزمالك، روحه في تراب الزمالك ما شاء الله عليه. طب ما تعرفينا كده يا ماما زوزو، هو اتولد امتى؟ نشأته كانت ازاي؟ اوكي. هو طارق اتولد في 24/10 سنة 88، في قرية من قرى طلخة، مدينة طلخة اسمها الأصالي، تبع محافظة الدقهلية. طيب هو ابتدى يلعب امتى كده؟ بدأ اللعب بشكل رسمي كان في نادي طلائع جيش سنة 2008، وبعدها انتقل لنادي سموحة في 2010، فضل فيها لغاية 2014. تمام. طب هو كان شارك قبل كده مع المنتخب؟ طبعا شارك مع المنتخب في مباراة ضد المنتخب القطري في 7/3/2013، ويوميها منتخب مصر فاز 3-1، وطارق لعب في اليوم دوت 75 دقيقة من المباراة من التسعين، ولعب كمان مع المنتخب 42 مباراة، وآخرهم مشاركته في كأس عالم روسيا 2018 اللي طبعا خسرناها كلها، حتى ما جبناش مركز نملة. الحمد لله على كل شيء. طب قولي لنا ايه بقى الانجازات اللي قدمها في نادي الزمالك؟ أولا هقول لك الأول أهمية طارق حامد بالنسبة للزمالك، ويعتبر ركيزة أساسية من ركائز الملكي، وحقق مع الزمالك كتير إنجازات كتيرة جدا، وظهر حبه وعشقه للزمالك وولاءه للفانيلا البيضاء ومخطين حمر منذ انضمامه للفريق، وأصبح محل ثقة. هو انضم للزمالك في 2014 طبعا، اللي جابه أسد الزمالك، أسد جاب أسد، المستشار مرتضى منصور هو اللي جابه من سموحة. طيب هل هو جاله أي عقود تانية احترافية في أي أندية غير الزمالك يعني؟ طبعا جاله عقد اتحاد جدة لمدة موسم واحد إعارة مقابل 2 مليون دولار، وهو هياخد في السنة 1,200,000 دولار، يعني مبالغ أكبر من اللي بياخدها في الزمالك أضعاف كتير. الأضعاف. ومع ذلك رفض الكلام ده كله وقال لك لا أنا هفضل مع الزمالك. واخد بالك إنجازاته بقى مع الزمالك هو إيه؟ حقق الدوري 2014 و15 و20/21 اللي هو بتاع السنة دي، وكأس السوبر المصري مرتين 2017 و20، وكأس مصر 4 مرات
16 15 و16 و18 و19 وكأس السوبر السعودي مرة واحدة في 2018 وكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 18 19 وكأس السوبر الأفريقي 20. تمام. طيب خلينا نتنقل بقى لطارق في حالته الشخصية، هو متزوج ولا لأ؟ طارق متزوج وعنده ولد وبنت، بس ما بيحبش يظهرهم في الإعلام، بعدهم تماما عن الإعلام. وأحسن هو راجل في تصرفه، يبعد عن الوش والدوشة اللي بتحصل، فهو كده كافي خير وشره، وبعدهم عن المشاكل، واخدة بالك؟ بس أقول لك أنا على حاجة، في بقى حاجات بتحصل بتضايق، يعني هما بيقولوا عليه مؤذي. اما انا كنت لسه هسألك يا مازوزو، اه بيتقال عليه كتير ان هو مؤذي، مؤذي لعيبة، انه ايوه بيقصد، بس يعني انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ انت شايفة ان هو مؤذي ولا لا؟ طارق عماد عمره ما كان مؤذي، هو بيلعب برجوله. المؤذي فعلا وليد سليمان اللي كروع حوالي 6 أو 7 لعيبه من المنافسين، وعلى رأسهم شيفو اللي عجزه كام شهر بعيد عن الملاعب وعن الزمالك مدة كبيرة، يعني في ناس منهم اعتزلت، وكل شوية هو يعملوا حاجات غريبة ويقولوا ان هو اللي مش مين المؤذي، والله اللي بيتشالوا على نقلة من بسببه طارق عماد، انا ما شفتلوش واحد اتصاب بسببه وشالوا على نقلة، لكن شيفو اتشال على النقالة وقعد فترة كبيرة جدا، بس عناية الله وعزيمة الرجال هي اللي رجعته لنا مرة تانية. فعمر طارق ما كان مؤذي ولا بيتزعج، وهو راجل وفي حاله من بيته للنادي وملوش دعوة بحد، حتى أي مشاكل بتحصل هو بعيد عنها، بس لما تشوفيه في الملعب تحس ان هو القائد بتاع الملعب، هو الكبير بتاعهم، وجوده بيطمن الجمهور عامة قوي 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 جدا. يعني، هو بيخليه الناس كده مرتاحة نفسيا، واخدة بالك؟ وبعدين طارق السنة اللي فاتت راح شارك رامز جلال في البرنامج بتاعه، المستشار مرتضى راح خصم له 500,000 جنيه غرامة لأنه راح عامل حاجة زي دي، بس لما شاف الحلقة وشاف رد فعل طارق على رامز فرجع في الغرامة تاني وقال له سعيد لا خلاص. سعيد فندعو الله إن ربنا يوفقك يا طارق ويخليك دايما كده جامد ومسمار وأسد ومكوك، ونتمنى لك التوفيق، وندعي ربنا إن نشوف لك خليفة في الملاعب، ونتمنى لكم الفوز زي ما فزنا إن شاء الله بالدوري، تفوزوا بالكاس وتخشوا بقى على أفريقيا وتفرحونا، كفايه البطولات اللي ضاعت مننا هباء سفلقه بالغش بالفساد، فان شاء الله ربنا بيرجع لنا حقنا حبه حبه، وان شاء الله اسدنا الكبير بيرجع الاسبوع الجاي ونفرح كلنا، وندعو الله التوفيق لينا جميعا، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية لكل من بيسألوني إزاي يشتركوا في القناة وإزاي يفعلوا الجرس وإزاي يتواصلوا معايا على الفيسبوك، أولا أنت لما تروح للصفحة الرئيسية للقناة، قناة الجريد تي في، هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية، اشترك، دوس الجرس، تختار أول واحدة، فكده أنت بتبقى اشتركت في القناة، وأول ما بنعمل فيديو بيجي لك. طيب إزاي تتواصل معايا؟ عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك، لو دوست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك، أو العلامة بتاعة تويتر دوست عليها توديك في تويتر، لينكدين، عايز تبعت لي إيميل من هنا تدوس تبعت إيميل مباشرة، عايز تتكلم معايا على ماسنجر بتاع الفيسبوك بتدوس على آخر واحدة هذه العلامة. نرجع نقول تاني، عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك، تدوس توديك الصفحة مباشرة، تويتر تدوس تروح الصفحة، لينكدين تبعت إيميل، أو تتواصل معايا على ماسنجر تكتب على طول، الموضوع سهل. من الممكن مثلا إن أنت تكون بتشاهد فيديو للجريء تي في زي ده، وأنت تشاهد هذا الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة، فبتعمل إيه؟ بتدوس على الأحمر، طول ما هي حمراء كده تبقى أنت مش مشترك في القناة، فبتدوس على الأحمر وتدوس على الجرس، تختار الأول، تدوس على الجرس تختار الأول، عايز تتواصل معايا على الفيسبوك تويتر، روح على العلامة أو كلمة الجريء تي في، هيوديك للصفحة الرئيسية، تختار من فوق من عند القلم فيسبوك تويتر لينكدين الإيميل، آخر حاجة ماسنجر، تحاورني على الماسنجر. طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة، تدوس على كلمة الفيديوهات هتطلع كل الفيديوهات والخبطات الإعلامية اللي احنا حققناها، ولما ضربنا في الوزير، ولما ضربنا في أسرار النادي الأهلي ومخالفة النادي الأهلي، كل الحاجات اللي انفردنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل الانفرادات هتلاقيها في منذ بداية القناة، وتستمتع بما حققناه من انتصارات ضد كل من هم ضد نادي الزمالك. فبالتوفيق هذا الشهر، لو انت ما فهمتش الشرح عيد الفيديو تاني واتفرج عليه عشان تعرف. اقعد اكرر، من هنا فوق عند الصوره الرئيسيه تدوس تروح صفحه الفيسبوك، هنا تويتر، هنا لينكدين، هنا تبعت ايميل، هنا ماسنجر.